اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، انا منسك جميل من منسك تعدلهم صديقتنا الجميله منسك جميل صاحبه الاراده الحقيقيه اللي بقوه ارادتها وعزيمتها تتعدى كل صعب، تواجه الاعاق بكل شجاعه، كل ثقه بالنفس، كل عزيمه واصرار. صديقتنا الجميله بتجد حل للزياده في البنطلون الخاص بيها، بتقوم بقص الجزء الزيادة وبتكتفي بالجزء المتواجد عند البتر. صديقتنا نموذج جميل للمرأة القوية صاحبة الإرادة الحقيقية، قوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تخطي إعاقتها، تخرج للمجتمع بإرادة قوية وعزيمة وإصرار. صديقتنا أيقونة من أيقونات النجاح والسعادة، صديقتنا من هو تربية الحيوانات الأليفة، بتقوم بتربية كلب صغير من نوع كروفون. صديقتنا أيقونة من أيقونات السعادة ورمز من رموز التحدي، بتواجه الإعاقة بابتسامة جميلة، ابتسامة كلها أمل وإصرار.